عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. النهارده ان شاء الله هنصور مع بعض حلقه جديده من برنامج شورت نوت. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن الكولد اجلوتينين ديزيز السي اي دي. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، فركز معايا في كل كلمه. بس قبل اي حاجه، لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناه وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. تعال اقول لك الحكايه من الاخر. مريض دخل المعمل عندك: لو سمحت عاوز اعمل تحليل سي بي سي. التوقيت بتاعك في الشتاء، يعني الجو بارد او الجو ساقعة، تمام؟ سحبت من المريض العينة ورحت حاططها شوية على البنش، وبعدين رحت ماسك العينة مقلبها ودخلتها على الجهاز. لقيت ارقام غريبة جدا، لقيت الار بي سيز مليون، ولقيت الهيموجلوبين 13 او 14. بصيت على الهيماتوكريت لقيته قليل جدا. بصيت على البلاد انديزز الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي بتاعتك، لقيت النتيجة عالية. ما ينفعش التقرير يطلع من المعمل كده. رحت سايب الانبوبة شوية، لقيت على جدار الانبوبة الاربسيس بتاعتك مترملة على الجدار. شفت السمنة الفلاحي او الرملة؟ هتلاقي الاربسيس موجودة على الجدار بتاع الانبوبة بالشكل ده. الحالة دي اسمها كولد اجلوتينين ديزيز. يلا نفسرها بالتفصيل الممل ونشوف ازاي نعالج المشكله دي. تعال الاول نفسر العنوان كولد اجلوتينين ديزيز. كلمه كولد يعني بارد، واجلوتينين معناها ترص او تجمع، وديزيز معناها مرض، والموضوع ده بيحصل على الاربسيز. فالترجمه بقى معناها ايه؟ يبقى المرض ده معناه ترص او تجمع الاربسيز في البروده. يبقى احنا بنتكلم عن الموضوع ده في حالات درجات الحرارة المنخفضة، تمام؟ تمام جدا. بص يا سيدي، انا عندي 5 انواع من الانتي بوديز. عندي اي جي جي واي جي ام واي جي اي واي جي دي واي جي اي. يبقى انا عندي اي جي ام، اي جي جي، اي جي اي، اي جي دي، اي جي اي. الاي جي ام اكبرهم وليه 5 اذرع، تمام؟ دي كام ذراع؟ قالك 5 اذرع. طيب بص، قالك ايه بقى؟ قالك ان الاي جي ام ده بيتنشط في حالات البروده، في الحالات لما الجو يكون فيها ساقعه، تمام؟ طيب لما بيتنشط هو ليه 5 اذرع، فهيلم الار بي سيز، هيمسك كميه ار بي سيز كبيره جدا ويعمل لها اجلوتينيشن، تجمع، تمام كده؟ طيب وايه اللي هيحصل بعد كده؟ قالك الار بي سيز هتلتصق ببعضها، مش هيكتفي بكده وبس، قال لك ايضا هيتم تنشيط الجهاز المناعي المكمل الكومبلمنت سيستم، تمام؟ وفي النهايه يحصل عندي تكسير للار بي سيز، ويحصل عندي ما يعرف باسم الكولد اوتو اميون هيموليتيك انيميا، تمام؟ كولد اوتو اميون هيموليتيك انيميا بنسبه 90% بتكون المشكله اي جي ام. قال لك بس في بعض الحالات بتكون المشكله اي جي جي او اي جي اي. تعال اقول لك شكل الروبوت بتاع السي بي سي هيبقى عامل ازاي. قال لك ان الاربسيز هتلاقيها قليله جدا، وهتلاقي الاتش سي تي الهيماتوكريت بتاعك نسبته قليله جدا. الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي اللي هم البلاد انديزز هتلاقي النسبه بتاعتك عاليه جدا، وهتلاقي عندك ماكروسايتوزيس، تمام؟ طيب تعال نروح للبلاد فيلم، شكل فيلم الدم عامل ازاي. قال لك هتلاقي عندك ار بي سيز اجلوتينيشن، تجمع الار بي سيز ملزقه في بعضها. وايه كمان؟ قال لك هتلاقي عندك نيوكليتد ار بي سيز، تمام؟ وايه كمان؟ قال لك بليتلت كلامبس، تجمع للصفائح. وهتلاقي عندك ماكروسايتوزيس، تمام؟ طيب اعالج المشكله دي ازاي؟ قال لك علاجها بسيط جدا جدا جدا. ورم سبيسمن، يعني دفئ العينه لمدة 15 ل 20 دقيقة في درجة حرارة 37، وبعد كده ريرن. يعني ايه؟ يعني هتاخد العينة بعد ما سحبتها تحطها في الحضان او في البوتر باس بتاعك في درجة حرارة 37 لمدة ربع ساعة، وتطلع العينة تقلبها وتدخلها. دي كانت حلقة النهاردة، اتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاك كابتن انس سباي. Thank you.
السكر ويوسف.